مسار الاقتراع البريطاني من ضمن الاستفتاء الشعبي حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو قطع الروابط به مر بمحطات عدة قد يكون من المفيد مقارنتها بالمسار الانتخابي في لبنان إن عادت الانتخابات يوما ومرت من هنا. بدأ عرس الاستفتاء البريطاني بالاصطفاف السياسي، منهم ضد الانفصال على رأسهم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، مدعوما من أحزاب محلية ورؤساء أكبر الدول في العالم. أما مع الخروج من الاتحاد الأوروبي فتجمعت شخصيات سياسية وحزبية محلية مدعومة من أكثر القوى المتطرفة يمينية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. طبعا المتخاصمون أوضحوا للناخبين أسباب اصطفافهم من ضمن مجموعة من المناظرات. What about the fact that there are parts of Britain that would want to stay in the EU? أما في لبنان فمخاطبة الناس مختلفة للغاية. للنقاش اللبناني شكلان أساسيين، الأول زهر عصفوح خدودك لون التفاح، خليني بفي عيونك أغفى وارتاح. لكن طبعاً يبقى الحوار هو الأساس. على أرض الهلال والصليب بنأكد على قنوات الحوار. في يوم الانتخاب يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع ولا يعلمون كيف يستغلون العرس الديمقراطي على الشاكلة اللبنانية. أول مرة بصير معنا هيك، صارت الساعة 8 وبعدنا عم ننخب عالم. والله ما مشان نحن قلنا من 3 الصبح فين يا جماعة. يبقى الفارق الأكبر بين النظرية الديمقراطية البريطانية وتلك اللبنانية في كيفية التعامل مع نتائج الانتخابات. فرئيس الحكومة هناك قرر الاستقالة بعد خسارة وجهة نظره في التصويت الشعبي، على عكس رئيس الحكومة في لبنان الذي يواجه الرفض الشعبي بمداد صبره. كثير ناس أثاروا وما زالوا يعلقون على صبره. هذا الصبر هو مدعوم ومدعوم من صبر اللبنانيين. ما لا يعلمه البريطانيون أن طريق الديمقراطية الأسلم هي في وضع مستقبل البلاد الجديد بحكم الصبر المديد. جاد غصن، قناة الجديد.